عليكم. إن شاء الله النهاردة المحاضرة التانية معانا في المساحة التصويرية والاستشارة عن بعد. في المحاضرة اللي فاتت اتكلمنا عن المساحة التصويرية بشكل عام، شوفنا فيديوهات تتكلم عن الفكرة من بداية التصوير لحد الفاينل برودكت بتاعنا، كان خرائط كونتورية أو 3D موديل، واتكلمنا عن الفيرتيكال فوتو سكيل الجراوند كوردينتس والريل ديسبيسمنت. عرفنا ان عندنا صور مختلفة، اتكلمنا عن الفيرتيكال فوتو، قلنا التلتا اقل من 3 درجات، لو صفر هي ترو فيرتيكال، اقل من 3 درجات هي نير ترو. واتكلمنا عن السكيل، ازاي بنحسب السكيل بدلة الفوكال لينس والاتش كابيتال هايت او برسبكتيف سنتر فروم داتا. واتكلمنا عن البرنسيبال بوينت والنادير بوينت، ولو دي فيرتيكال فوتو فالبرنسيبال والنادير هينطبقوا على نفس المكان. قلنا ان السكيل هيساوي الفوكال لينس، السكيل معناها هيساوي الفوكال لينس على اتش كابيتال فرايم هايت من الداتا. واتكلمنا على الريليف ديسبيسمنت، قلنا ان دي الريليف ديسبيسمنت راديال ديسبيسمنت من النادير بوينت. الفيرتيكال بتبقى حالة سبيشال كيس ان النادير بوينت والبرنسيبال بوينت الاتنين في نفس المكان. وقلنا ان بدلالة السكيل اللي حسب ده نقدر نحسب الجراوند كوردينت، اي مسافة في الصورة على مسافة في الحقيقة، باعتبار ان اسقاط البرسبكتيف سنتر على الصورة بالنسبة للارض ده الاوريجين بتاعنا 0 و 0، نقدر نجيب اكس كابيتال واي كابيتال لاي نقطة لو جبنا المسافة بتاعتها من الصورة اكس وواي بالنسبة للبرسبكتيف سنتر. في محاضرة النهاردة هنكمل اللي بدأناه، اتكلمنا عن الريل فوتوغرامتري الفيرتيكال فوتو، النهاردة ان شاء الله هنتكلم عن التمتد فوتو والديجيتال كاميرا. احنا قلنا التصنيف كصور الجوية بالنسبة للأورينتيشن اللي هو التوجيه بتاعها، الصورة قلنا لو ترو أو نير فيرتيكال، لو الميل أقل من 3 درجات. طب الميل ده بنحسبه منين؟ بنحسبه بالنسبة للرأسي في اتجاه الجاذبية، والخط المر بالبلان اللي اتكونت في الصورة، والبرسبكتيف سنتر دي هتكون زاوية الميل. الفرق بين الفيرتيكال وأي حاجة تانية، أنا اتكلمت بالنسبة للدرجات التلتت من 3 ل 10 درجات، وقلنا فيه الأوبليك الهاي واللو، لكن هحس في الموضوع لو اتكلمنا بصورة بسيطة هنا الفرق بين الصورة دي والصورة دي. دي فيرتيكال، خطين منطبقين على بعض، هنا فيه زاوية ميل. الصورة هنا واضحة مفيش ديستورشن حاصل في المعالم بتاع الطرق أو تقاطع الطرق، لو بصينا هنا في الصورة هنلاقي الطرق في زاوية من الصورة قربت، وفي الزاوية الاتجاه التاني حصل تباعد، ففي ديستورشن في المسافات، فمحتاجين نعمل تصحيح للمسافات دي. لأن في كل فكرتي خلال المساحة التصويرية إني من الصور أجيب خريطة، خريطة يعني بإحداثيات صح. التلتة فوتوغراف عندنا بتسبب مشاكل كتير، احنا بيبقى البلانينج انه يبقى فيرتيكال فوتو، لكن بنجيب تلت بيحصل تلت بسبب ممكن يكون في حصل ازاحة في الطيران، او بسبب الرياح، او في فايبريشن حصل في الكرافت او الكاميرا بلاتفورم. دي كلها سيستمز عندنا، الطيران، الطيران بيبقى فيه الكاميرا، الكاميرا بتتثبت جوه الطيارة، في سيستم بثبت بيه الكاميرا كسيستم كامل بالنسبة للطيارة، فلو حصل مشكلة الأماكن هتتغير. الكاميرا ذات نفسها قلنا فيه الفوكال لينس وفي البلان اللي بتتكون عليه الصورة، دي كلها ده سيستم متثبت، لو حصلت مشكلة ممكن يتغير المكان. دي كلها عوامل بتأثر على الزاوية الرأسية اللي بنتكلم عليها. تمام، بالنسبة للجيومتري بتاع التلتة فوتوغراف، اللي بنتكلم انا بيكون عندي صورة، ده البلان بتاع الصورة الهارد كوبي، كل المعلومات اللي انا اعرفها في البلان بتاع الصورة ده هي 4 منتصف الخط بكل خط، ودول الفينيشوال ماركس. لما اوصل الفينيشوال ماركس دي اتنين دول والاتنين دول هيديني اتجاه الطيران اكس اكس والعمود على الطيران واي اكس، التقاطع بتاعهم ده الفينيشوال سنتر. والحاجة الوحيدة اللي انا عارفها في الصورة الهارد كوبي اللي معايا هنا بالنسبة الاريال فوتوجرامتري اللي بنتكلم عليه الكورس بتاعنا ده، ان انا عارف التقاطعات دي، عارف الاكس والواي والفيديشوال سنتر، فدايما المسافات اللي بقيسها بقيسها بالنسبه للمحاور بتاعتنا دي. تمام، عرفنا كده الفيديشوال سنتر هو التقاطع بتاع المحاور اللي موصله الفيديشوال ماركس، اكس اتجاه الطيران واي العمودي على الطيران. طيب تمام كده، عندنا البرسبكتيف سنتر، انا عارف مكان البرسبكتيف سنتر مركز التصوير بتاعنا واسقاطه المسافه العموديه، التقاطع بتاع ده البرنسيبال بوينت. الايديال ان الفيديشوال سنتر والبرنسيبال بوينت المفروض هما نفس النقطه لو الصوره بتاعتنا فيرتيكال فوتوغراف او تلتد فوتوغراف، لان هو الاسقاط العمودي من البرسبكتيف سنتر على الصوره، فالايديال انهم الاثنين منطبقين على بعض. لكن في
في بعض الحالات انه بيبقى فيه اكس نوت واي نوت حاجه صغننه جدا، ده فرق بسيط. خلاص كده عرفنا البرنسيبال بوينت او الفيديشوال سنتر. بالنسبه للبرسبكتيف سنتر ده الاسقاط العمودي على البلان اللي متكونه في الصوره. لكن لو انا بتكلم على اتجاه الجاذبيه، البلان بلاين اتجاه الجاذبيه بتاعي، تقاطع الخط الواصل بالبرسبكتيف سنتر في اتجاه الجاذبيه مع الصوره هيديني النادير بوينت. النادير بوينت دي نقطه مهمه جدا بالنسبه لي، لان انا دايما خلال الطيران بكون عارف احداثيات البرسبكتيف سنتر او مكان الكاميرا في التصوير الجوي، وعارف اسقاط النقطه دي كاكس وواي، عارف احداثياتها. فكل اللي بعمله ان انا بجيب كل الدلالات كاكس وواي بالنسبه للنادير بوينت، بحيث اني ابدا احسب احداثيات اي نقطه في الصوره. في الفيرتيكال النادير والبرنسبال بوينت كانوا منطبقين، لكن في التلتد هنا حصل شيفت بسيط، في النادير بوينت في مكان، البرنسبال بوينت في مكان تاني. علشان كده بقى عندي في البرنسبال لاين، هو الخط الواصل من النادير بوينت للبرنسبال بوينت. تمام كده، الخط الواصل من النادير بوينت للبرنسبال بوينت ده بالنسبة لي هعتبره هو البرنسبال لاين. تمام، دلوقتي بقى في زاوية ميل، زاوية الميل بين العمودي على الصورة واتجاه الجاذبية، دي زاوية الميل أو التلت أنجل. في خط بينصف التلت أنجل، نص التلت يمين ونص التلت شمال، الخط ده هو الأيزو سنتر. تقاطع الخط ده مع البرنسبال لاين هو الأيزو سنتر. الخط العمودي على البرنسبال لاين وبيمر بالأيزو سنتر ده الأيزو لاين، أكسس أوف تلت. إيه هو الأكسس أوف تلت؟ لو احنا فاكرين الصورة اللي فاتت كان في جزء من الطرق بيقرب وجزء بيبعد. الاكسس اوف تيلت دي الخط العمل النقط اللي عليه ما حصلش فيها ديستورشن. النص ده هيكون فيه زيادة، النص ده فيه نقصان حسب زاوية الميل. تمام كده، اللي بيقرب من البرسبكتيف سنتر بيزيد واللي بيبعد بيقل. فهو ده فكرة الاكسس اوف تيلت. عرفنا كده الايزو سنتر والاكسس اوف تيلت بالنسبة للتيلت، لا تيلت انجل. دي التعريفات البسيطة اللي أنا بتكلم عنها. قلت لك هو إيه البرنسبال لاين والبرنسبال بلان. هو البرنسبال بلان، البلان اللي بتكون من الـ N والـ FC والـ L أو البرسبكتيف سنتر، ده البرنسبال بلان. قلنا الأكسس أوف تلت بالنسبة لنا، اتكلمنا عن الأيزو لاين أو بالنسبة لنا الخط العمودي بيمر بالأيزو سنتر. الأيزو سنتر هي النقطة اللي بتنصف الأنجل أوف تلت، اتكلمنا عليها وقلنا الأيزو سنتر. كده في مشكلة؟ لحد كده مفيش مشكلة، عرفنا الجيومتري البسيطة بتاعة الصورة وعلاقتها بالبرسبكتيف سنتر وعلاقتها باتجاه الجاذبية. فبقى فاضل عندنا هنا إن إحنا هنكمل، يعني الفكرة عندنا دلوقتي بقى في إيه؟ مبدئيا بقى عندنا في 3 فوتو سنتر، بقى عندنا 3 مراكز مختلفة. في الفيرتيكال كانوا الثلاثة منطبقين على بعض، لكن دلوقتي بقى عندي البرنسبال بوينت، النادير بوينت، والأيزو سنتر. وقلنا البرنسبال بوينت هي الإسقاط العمودي على الصورة، النادير بوينت الاتجاه الجاذبية، والايزو سنتر هي النقطة اللي فيها خط بينصف الانجل تلت بالنسبة لي. تمام كده، الكلام ده كله بالنسبة للصورة. الصورة هنا هتكون مايلة، تمام. ده لو بنتكلم الصورة تكون هنا، فالصورة مايلة، العمودي عليها البرنسبل بوينت، اتجاه الجاذبية النادير بوينت اللي بينصف زاوية الميلة والتلت انجل، ده الايزو سنتر. طبعا لو في اي اسئله عندنا الدسكشن على البلاك بورد ممكن نسال، او في السكاشن معاك برضو ممكن نسال. طيب الجيومتري بتاع الكوردينتس فروم فوتو، انا كل الفكره بتاعتي ان عايز من الصوره احسب احداثيات. طيب احسب احداثيات ازاي؟ بكل بساطه احنا عندنا البرسبكتيف سنتر، وعندنا صوره هيتكون عليها الاوبجكتس المختلفه اللي على الجراوند، وعندنا الجراوند، فعندنا محاور مختلفه. عند الجراوند كوردينت سيستم اكس واكس واي زي، ده بالنسبة للأرض الطبيعية. وعندي بالنسبة للصورة عند البرسبكتيف سنتر في إحداثيات بالنسبة للصورة، فاحنا بنتكلم على إكس وواي إن الصورة 2D، لكن في زد بالنسبة لي عشان الفوكال لينس بتاع الصورة. طيب الصورة اللي بتتكون بيبقى نظام الإحداثيات فيها اللي إحنا عارفينه، قلنا من الفيديشوال ماركس اللي في كل اتجاه أبدأ أوصل خط العمل، ده هيبقى إكس وده هيبقى واي، التقاطع هو الفيديشوال سنتر. فأي إحداثيات أنا بقدر أحسبها هنا لأي نقطة، بحسب الـ Y وبحسب الـ X بالنسبة للمحاور دي. دي الحاجة الوحيدة اللي أقدر أجيبها من الصورة، غير كده أنا ما عنديش حاجة أقدر أجيبها من الصورة. في الـ Vertical Photo
فخلاص كان الاكس والواي ده اللي بنقدر نقسمه ونبدأ نحسب منه المسافات. لو بتكلم على اي صورة هنا هقدر احسب المسافات الاكس والواي، وعوض بدلالة بالنسبة للبرسبكتيف سنتر او الاو هنا او الاوريجين اقدر اجيب اكس كابيتال واي كابيتال، وقلنا المعادلة بالنسبة للسكيل. لكن انا بقى عندي زاوية ميل، وقلنا ان هنا اتجاه الجاذبية هو بينطبق على التقاطع بتاع الفيديشوال ماركس، هنا اتجاه الجاذبية النادير بوينت في مكان، والتقاطع بتاع الفيديشوال مارك او الكوردينتس اللي انا هحسبها في مكان تاني. فهنا بحتاج اوكسيلاري كوردينيت سيستم، نظام احداثيات مساعدة غير الاكس والواي اللي احنا عارفينه. طيب الاوكسيلاري كوردينيت سيستم دي في الاول عايز بس نعرف ان انا عندي النادير بوينت في اتجاه والبرنسبال بوينت في مكان، ده البلان بتاع الصورة، ده اتجاه الجاذبية النادير بوينت، العمود على الصورة البرنسبال بوينت. انا عارف ان المسافة من البرسبكتيف سنتر لحد البلان اللي فيه الصورة دي الفوكال لينز، المسافة من ال N لل O مسافة راديال هتبقى F تان T بالنسبة لزاوية الميل والفوكال لينس عن بعد البؤر. تمام كده؟ لو أنا خدت البلان بتاع الصورة ده أفقي كده وبطحت عليه، فالبلان ده أنا عارف الباوندر الخارجية بتاعته والفيديشوال ماركس، أقدر أجيب ال X وال Y والتقاطع أو بالنسبة لي هو ال O ده اللي بقدر أقيس منه مسافات في اتجاه X أو مسافات في اتجاه Y. لكن لما النادير بوينت مكانها اختلف فبقى عندي Auxiliary Coordinate System. الاوكسيلر كوردينيت سيستم دي من النادير بوينت للاو ده الواي داش، عمودي عليه مع عقارب الساعة ده الاكس داش، علشان المكان الحاجات تبقى مترتبة اكس وواي، اكس داش واي داش في نفس الاتجاه، الاتجاه ده الزد ده هو اللي هيبقى خارج عليه. تمام كده؟ طيب لو انا عندي نقطة على الصورة، النقطة دي انا عارف ليها او اقدر اقيس ليها بالمسطرة كده، لو معايا الهارد كوبي دي بالمسطرة اقدر اقيس الاكس قد ايه والواي قد ايه بالنسبة للمركز ده. لكن انا لو عايز الاكس والواي بالنسبة للطبيعة فانا الريفرنس بتاعي هو النادير بوينت، فمحتاج اعرف من الاكس والواي اللي على الصورة اللي استهم احسب الاكس داش والواي داش بالنسبة للنادير بوينت. تمام؟ يبقى كل الفكرة ازاي احول من الاكس والواي للاكس داش واي داش، ده اللي هنتكلم عنه في بقية السلايدز دي. فهنتكلم انه بيكون عندي دايما دي زاوية انا هديها لحضرتك، دي سوينج انجل. السوينج انجل من النادير بوينت لحد الواي بوزيتيف، لحد الاتجاه الموجب لمحور واي. تمام كده؟ من النادير بوينت لحد الاتجاه الموجب لمحور واي، دي السوينج انجل. طيب السوينج انجل دي منها اقدر احسب الزاويه اللي بين محورين لنفس المحاور في النظامين، انا عندي ده واي داش وده واي عشان الصوره تبقى سهله لحضرتك، فهنا دي زاويه سيتا. تمام كده؟ سيتا هتساوي السوينج انجل ناقص 180. لو حضرتك واقف هنا ورحت لحد هنا من ان ل او واي داش ده 180 درجه، سوينج انجل ناقص 180 هيديني سيتا، دي الزاويه اللي هقدر من احسب منها الاحداثيات بتاعتي. بخلال الزاوية دي أنا هقدر أعمل الروتيشن بتاعي عشان ألف المحاور من الـ X والـ Y للـ X داش واي داش. ودايما نكون فاكرين أنا قلت لحضرتك هنا عندي F تان T من الـ N للـ O، هنا في السكشن ده هي F تان T دي. خلاص كده؟ يبقى أنا بتكلم إن أنا عندي Auxiliary Coordinate System، ده نظام جديد هحول عليه الاحداثيات بتاعتي. كل اللي اتكلمنا عليه عندي زاويه ميل، زاويه سيتا مش زاويه ميل، بقى عندي زاويه سيتا دي زاويه دوران اعمل بها روتيشن، وعندي ترانسليشن. اتكلمنا في الجيوديسي ان عندي 3 ترانسليشن 3 روتيشن وعندي سكيل، ده بالشكل العام. لكن هنا بالشكل المبسط بتاعنا مع الصوره دي انا بتكلم في ال 2 دي، فعندي زاويه دوران واحده سيتا وعندي ترانسليشن. هنشوف بقى عندنا حركه في اتجاه الاكس وحركه في اتجاه الواي، المفروض حركتين، هنشوف عندنا الموجود منهم كام. فأنا كل اللي أنا عايز أتكلم عليه من الصورة دي محتاج أحسب الواي داش من الـ N لحد إسقاط O على واي داش، A على واي داش، ومحتاج أحسب الإكس داش من الـ N لحد إسقاط A على إكس داش، دول الاتنين اللي أنا محتاجهم. تمام. بص حضرتك بكل بساطة إحنا هنتكلم هنا، أنا عندي النقطة وعايز أحسب ليها الاكس داش، ده الاكس داش المسافه اللي هي موازيه هنا على محور الاكس داش، هحسبها ازاي؟ الموضوع كله سهل وبسيط وما فيهوش مشكله، هو مثلثات.
هجيب المثلث بحيث يكون فيه زاوية وطول معلوم أقدر أجيب منه الطول المجهول بتاعي. تعال نتكلم على المثلث ده. حضرتك المثلث ده، المثلث ده كده تمام، فيه ايه معلوم؟ عندي معلوم فيه المسافة دي، احنا قلنا اهو اسقاط النقطة على اكس، المسافة دي اكس داش، المسافة دي اكس، اسف، المسافة دي اكس. والزاوية دي، الزاوية دي احنا قلنا هنا ده التعامد، هنا الزاوية دي سيتا، ده اكس عمودي على واي، فدي 90، يبقى الزاوية دي المتممة للـ90. طيب ده مثلث قائم، دي متممة 90، يبقى الزاوية دي سيتا. فبقى عندي زاوية سيتا بالنسبة للزاوية دي، وعندي المسافة دي اكس. تمام، المسافة دي هتكون ايه؟ عندي زاوية والوتر، هجيب المسافة دي يبقى اكس كوساين سيتا. المسافة دي كلها من هنا لهنا هتكون اكس كوساين سيتا. طيب انا قلت ان المسافة دي كلها اكس كوساين، بس انا عايز المسافة الصغيرة دي، المسافة دي بس اللي انا عايزها، فهطرح منها الجزء الصغير ده. الجزء الصغير ده هنا هو الجزء الصغير ده، يبقى هاخد المثلث ده. المثلث ده انا طلعته لحضرتك هنا اهو، المثلث ده في الرأس ده هو واي ايه، تمام كده، ونفس الفكرة الزاوية دي سيتا والزاوية دي المتممة بتاعتها، وده عمودي يبقى الزاوية دي سيتا. انا عندي واي ايه وعايز الوتر وعايز المقابل، يبقى واي ايه ساين سيتا، تمام كده. يبقى انا كده عندي واي ايه ساين سيتا، فاكس داش او اكس داش ايه هتساوي اكس كوزاين ناقص واي ساين، اكس كوزاين ناقص واي ساين. يبقى حضرتك لو قست اكس وواي بنقطة بالنسبة للكوردينات بتاعتنا اكس وواي العادية، اقدر اجيب اكس داش اللي هتبقى اكس كوزاين وواي ساين. نفس الفكرة مثلثات، واحسب زاوية وطول، واخلي معايا دايما معايا زاوية وطول من اللي هو الاكس واي اللي عندي، اقدر احسب الواي بتاع الواي داش بتاعتي. الواي داش هنا هتبقى ايه بقى؟ هتساوي اكس ساين سيتا زائد واي كوساين سيتا زائد اف تانتين. الواي داش عند حضرتك هنا من بداية الان لحد اسقاط ايه على واي داش، فهلاقي عندي ثلاث مسافات اللي حطيتهم بثلاث الوان، الازرق والاحمر والاسود. الازرق اف تانت ايه، والاحمر قلنا هيساوي اكس ساين، والاسود ده هيبقى واي كوساين. ده الشكل العام للصورة حطيناه في ماتريسيز، ده الروتيشن ماتريكس وده الترانسليشن. فلاحظت ان عندي روتيشن، بس الترانسليشن عندي مفيش في اتجاه اكس، لكن عندي في اتجاه الواي اف تانت. الشكل واضح عند حضرتك اهو. انا عايز حضرتك بنفس الفكره اللي حسبنا بيها الاكس داش والمثلثات اللي طلعتهم بره في السلايد اللي قبل كده، هتعمل لي صفحه بسيطه واسمك في الصفحه من فوق، وان ده مثلا ده ليكتشر اسايمنت نمبر 1. حضرتك هتيجي حالل تثبت لي ازاي واي داش هتساوي اكس ساين زائد واي كوزاين، هتطلع لي المثلثات اللي انا جبت منها الجزء ده والجزء ده، المثلث اللي طلع، وتكتب لي المعادله تحت منها واسم حضرتك والسكشن والبنش نمبر. الكلام ده عشان اتاكد ان حضرتك تابعت المحاضره كفيديو او قريت السلايدز او حضرت معايا، فهتسلمها لي قبل ما تبدا السكشن بتاع الاسبوع الجاي، يعني من اليوم 3 ابريل اللي هو بكره ان شاء الله، اخر اليوم معاك لحد 12 بالليل. لو انا ما حددتش هنا الساعه معاك لحد 12 بالليل. صفحه بسيطه اثبات صغير عشان حضرتك تكون وصلت للنقطه دي. تمام يا شباب، يبقى احنا كده اتكلمنا عن عرفنا ازاي نجيب الاحداثيات اكس داش واي داش بالنسبه لاكس وواي، هنحطها في ماتريسيز، هيبقى كوزاين ساين ساين كوزاين، وادي الاشاره السالب معايا، ادي الاكس والواي وصفر واف تان تي. لو حضرتك معاك السوينج انجل هتحسب منها زاويه سيتا، لو حضرتك معاك التلت انجل والفوكال لينس تقدر تحسب المسافه دي. يبقى لو انا بدي لحضرتك اكس وواي في الصوره، اكس وواي بالنسبه للمحاور الطبيعيه، وفي دي مش فيرتيكال، دي تلت، وقلت لحضرتك احسب لي اكس داش والواي داش، حضرتك هتعوض تحسب الكوزاين والساين وتعوض في المعادله دي تجيب لي الاكس داش والواي داش. لو حضرتك طبعا الاله بتقدر تدخل فيها محددات هتقدر تحل المساله دي. خلاص كده، يبقى احنا كده اتكلمنا على الصوره، فهمنا الاكس داش والواي داش بالنسبه للاكس والواي. طيب جبنا الاكس داش والواي داش، نتكلم بقى على السكيل بتاع التلت فوتوغراف. احنا قلنا السكيل دايما هو مسافة في الصورة على مسافة في الحقيقة، بس محتاجين نفهم ان المسافة في الصورة والمسافة على الحقيقة لازم يكونوا البلانز بتاعتنا في نفس المستوى، يعني تو بارالل بلانز. فلو في هنا صورة دلوقتي بقت تلتد فوتو، ما ينفعش اجيب صورة تلتد وحاجة
هوريزونتال واقارن بينهم واقول السكيل. لا، انا لازم احول النظامين اللي في الصوره واللي في الحقيقه في بلانز بتوازي بعض. البارالل بلانز دول اقدر اجيب منهم مسافه في البلان ده، مسافه في البلان ده، المسافه دي على المسافه دي هتساوي سكيل. فهو ده اللي انا هتكلم عنه. يبقى انا بتكلم على السكيل، وانا قلت هنجيب مستويات متوازيه عشان اقدر احسب سكيل. مسافه في المستوى الاخضر اللي على الصوره ده بيوازي البلان ده، اقدر اجيب منه مسافه. طيب البلان ده لو انا عايز اجيب منه مسافه كي اي داش، فانا بتكلم عليها كي اي داش على كي اي داش. هنا في الصوره، الصوره كي اي داش على كي اي داش كابتن، هيساوي المسافه دي على المسافه دي. المسافه الكبيره دي اللي هي اتش ناقص اتش. طيب المسافه الصغيره دي، المسافه الصغيره دي هتكون المسافه دي ناقص المسافه دي. طبعا المسافتين دول احنا قلنا العمودي على الصورة ده الاف، فلما اسقطه على البلان الاخضر اللي احنا غيرناه ده يبقى عندي هيبقى اف 60. يعني المسافة دي الحمراء الكبيرة دي هتبقى اف 60. هطرح منها المسافة الصغيرة دي. المسافة الصغيرة دي في البلان الاخضر والاحمر هي هتبقى واي داش ساين تي. عشان كده اف 60 ناقص واي داش ساين تي على اتش كابيتال ناقص اتش سمول. ده السكيل بالنسبة لي. تمام كده، يبقى السكيل هنا شكله مختلف. اف 60 ناقص واي داش ساين تي على اتش ناقص اتش، لكن السكيل في الفيرتيكال كام؟ اف على اتش ناقص اتش. تمام كده شباب. فخلاص كده، لو انا عايز بقى اتاكد انا بقول لحضرتك ده السكيل بتاع التلت. طيب هو السكيل ده صح او لا؟ مش لو هي فيرتيكال فوتو هتبقى التي بزيرو. طيب سيك تي ده بيساوي ايه؟ السك بيساوي واحد على كوزين. تمام كده، فالكوزين لو هي بصفر، كوزين صفر بواحد، فدي هتبقى اف. طيب ساين صفر بصفر، فدي هتروح، فيبقى عندي اف على اتش ناقص اتش. ده السكيل اللي حضراتكم اخدتوه المرة اللي فاتت لما كانت فيرتيكال فوتو. خلاص كده احنا حسبنا السكيل، فمحتاجين نحسب الجراوند كوردينتس. عايز أكد على النقطة، الجراوند كوردنس عندنا بالنسبة لاتجاه الجاذبية النادر بوينت في الصورة، كوردنس بكون عارفها في الطبيعة، ببدأ أنسب ليها وأحسب إحداثيات. فكل اللي أنا عايز أعمله هحسب إكس وواي في الصورة، هحولهم لإكس داش واي داش. لو أنا عندي إكس داش واي داش في الصورة، أقدر أجيب منها إكس وواي في الطبيعة، وهيبقى نفس السكيل اللي إحنا قلنا إف 60 ناقص واي داش ساين تي على إتش ناقص إتش. ده صورة على طبيعة هيساوي x داش سمول في الصورة على x داش كابيتال في الطبيعة. فلو أنا عايز x داش كابيتال في الطبيعة، هبدأ أعوض في المعادلة عشان أجيب x داش، أو علشان أحسب y داش. لكن هنا في نقطة بسيطة في y داش، y داش كوزين تي. ليه y داش كوزين تي؟ لأن أنا قلت لحضرتك هو البلان ده مايل، لكن لما هسقطه في الاتجاه ده، ده اتجاه y داش وده اتجاه اكس داش. انا عندي بلان كده، تعالوا نرسمها هنا. انا عندي بلان كده تمام، وعندي البلان اللي قلنا هنجيبه موازي ده. اسقاط الخط ده بالنسبه للخط ده ما فيهوش مشكله، وده اتجاه الاكس داش، عشان كده الاكس داش القانون بتاعه ما فيهوش مشكله. لكن اسقاط الخط ده بالنسبه للخط ده هيخلي عندي زاوية هنا اللي هي زاوية الميل، فهتبقى عندي في واي داش كوزين تي. تمام كده، ده المثلث القائم وده المجاور وده الوتر، فهتبقى عندي واي داش كوزين تي. عشان كده دايما هلاقي ان واي داش مختلفة، هو المعادلة هي هي لكن في عندي واي داش كوزين تي، لأن الإسقاط المستويات مختلفة. تمام يا شباب، في مشكلة كده؟ يبقى احنا قلنا هنحسب الإكس داش وهنحسب الواي داش. وكده ده اتكلمنا عنه بالنسبة للفيرتيكال والتلتد فوت. اتكلمنا في الفيرتيكال عن السكيل والجراوند كوردينيت والريليف ديسبليسمنت. نفس الفكرة في التلتد، الجراوند والسكيل والريليف ديسبليسمنت. الريليف ديسبليسمنت عندنا نفس القانون اللي حسبته في الفيرتيكال هو اللي هحسبه في التلت، مع اعتبار ان انا شغال من النادير بوينت، ومكان النادير بوينت اتغير بالنسبه لي. النادير بوينت اتغيرت من الصوره الفيرتيكال للصوره التلت، مكانها اختلف، فدايما بتكون الراديال الريليف ديسبليسمنت راديال من النادير بوينت.
نتكلم في الجزء اللي فاضل عن الديجيتال كاميرا. ليه بنتكلم عن الديجيتال كاميرا؟ لان حضرتك احنا قلنا في انالوج في اناليتيكال في ديجيتال. اناليتيكال دي المعادلات اللي بعلمها لحضرتك عشان تعرف الكونسبت الفوتوغرامتري عشان امتحن حضرتك وقيم حضرتك، تمام؟ طيب حضرتك التطبيق دلوقتي بقى ديجيتال فوتوغرامتري، كاميرات هعمل تصوير والصور دي اقدر اعملها سيف على الكمبيوتر، اقدر اعمل بروسيسنج بسوفت ويرز مختلفه. فهنتكلم بقى عن الديجيتال كاميرا. بالنسبه للصوره اللي اتكونت، الديجيتال كاميرا هي 2 دي اجي او 2 دايمنشنال اجي، بيبقى فيها بيكسلز. الاجي بيبقى في الاتجاه اكس ده كولوم واتجاه واي ده رو، وده الاوريجين بتاعنا. بتكون الصوره دايما بيكسلز كده. البيكسلز دي لو عملت زوم هتلاقي فيه مربعات صغيره فيها التفاصيل. حسب الريزوليوشن بتاع الكاميرا بتاع حضرتك هيبقى فيه تفاصيل اكتر او لا. كل بيكسل، البيكسل ليها انتنسيتي عشان امثلها بالار جي بي، ويبقى ليها لوكيشن بالنسبه للاو. يعني دي بالنسبة للبيكسل دي اللوكيشن بتاعها ايه؟ 1 2 3 4 في ال C و1 2 3 4 في ال R، تمام كده؟ وكل بيكسل بيبقى لها مواصفات. لو الصورة دي حولناها كديجيتال نمبرز هلاقيها وضحت عندي، هلاقيها ظهرت عندي في الأرقام دي. ايه الأرقام دي؟ الأرقام دي كريد جرين بلو ديجيتال نمبر بيمثل من 0 لحد 255. 0 يبقى بلاك، 255 وايت، تمام؟ لما بيبقى عندي ريد جرين بلو شانلز مختلفة وعاملهم كصورة واحدة، ده بيديني الصورة الكالرد اللي بنبدأ نشوفها. لو حضرتك عندك الرسمة اللي حضرتك شايفها ألوان دي، شايفين الألوان؟ ده تقريبا أشكال زخرفية في واجهة مبنى ولا حاجة، بحاجات بالمنظر اللي حضرتك شايفه ده. لو أنا عملت زوم على الجزء الصغير ده، هيكون واضح ازاي؟ هلاقي فيه ديجيتال نمبرز، كل بيكسل صغير ادي الريد والجرين والبلو 86 71 2 يديني اللون ده. طيب الدرجة السوداء دي 42 28 1، ارقام قليلة جدا هتلاقي اسود. كل ما الارقام كبرت هتلاقي 209 215 223 يبدأ يروح اللون الابيض. ان بتوين هيدي لحضرتك الالوان المختلفة اللي ظاهرة مع حضراتنا دي، تمام كده؟ يبقى عندنا ديجيتال كاميرا بيكسلز، كل بيكسل فيها انتنسيتي عشان الار جي بي كولر اللي عندنا، وكل بيكسل بعرف اللوكيشن بتاعها من الاوريجين عندي، ادي الكولوم وادي الرو، واي نقطه هنا عندك تكون عارف اللوكيشن. فاللوكيشنز هنا ما بقتش مسافات هتتقاس بالمسطره، لا، اللوكيشنز هنا بقت بيكسلز، هي انا عارف بس البيكسل والسنتر بتاعها. ايا كانت التفاصيل اللي هتحتويها البيكسل فهي اللي انا عارفها السنتر بتاعها بس، لا اكتر ولا اقل. طيب ايه المعلومات اللي هتحتويها البيكسل؟ في حاجه اسمها سبيشال ريزولوشن. انا بتكلم على سبيشال ريزولوشن، البيكسل دي المسافه اللي جواها قد ايه، ذا سايز اوف ذا سمولست اوبجكت ذات كان بي ريزولفد اون ذا جراوند. سمولست اوبجكت كان بي ريزولفد اون ذا جراوند، الفكره البيكسل دي المسافه اللي شايلاها او الاوبجكت اللي شايلاها ايه، هو ده ريزولوشن. يعني حضرتك لو متواخد صورتين بمسافتين مختلفين، هنا وقفت على بعد متر وانا وقفت على بعد 10 متر، هلاقي البيكسل دي المحتويات اللي فيها اوضح من البيكسل دي. ممكن هنا الاقي بتكلم على نص متر او صوره فيها بيكسل يكون فيها شخص واحد، كل ما ابعد هلاقي البيكسلز بتاخد تفاصيل اكتر فبتقل جودتها، تمام كده؟ هو ده السبيشال ريزوليوشن. فبيبقى محتاجين نعرفه عشان اقدر احسب المسافات اللي هقدر اجيبها من على الارض. ده السبيشال ريزوليوشن. لو شايف حضرتك هنا ده ريزوليوشن 30 متر، مربعات، واضح المربعات اهي، لكن مش باين التفاصيل اللي جوه المربعات دي، تمام كده؟ لكن لما اجي لنفس الصوره، تمام، واجي هنا، بص حضرتك الجزء ده كده، هنا لا ده واضح، انت فاهم في مبنى اهو، وهنا في اماكن تانية، في حاجات مختلفه، هنا في طرق في النص. كل ما سبيشال ريزولوشن يزيد، كل ما التفاصيل توضح اكتر، كل ما اقدر احسب كل حاجه انا عايزها، لو عايز اجيب المسافات او اي حاجه تانية. حضرتك هتعمل تصوير بكاميرا ديجيتال، الديجيتال قلنا بيكسلز، والبيكسل فيها ريزوليوشن سبيشال ريزوليوشن الكلام ده. طيب اصلا الكاميرا دي بتحمل شويه مشاكل، بيبقى في ديستورشن بيحصل في الكاميرا. لو حضرتك شايف الصوره اللي على اليمين دي، الصوره دي في مبنى كيمياء، تمام، الصوره اللي على الشمال دي صوره جويه لمكان تاني. الفكره اللي انا بتكلم عليها هنا، حضرتك ركز هنا ونركز هنا او هنا، في ديستورشن حاصل. المفروض ان ده خط افقي كده، المفروض ان ده خط افقي كده. الخط الافقي ده مش افقي، لا ده حاصل فيه كيرفيتشر،
في ديستورشن حاصل في الخط ده، ونفس الكلام كل ما تبعد هنا في ديستورشن حاصل. ده المفروض ان ده رأس، لا في ديستورشن حاصل هنا في الجزء ده، الكاميرا بيحصل لها ديستورشن. ديستورشنز عشان جودة اللينس اللي بنعمل بيها تصوير، فهو اللي هنتكلم عليه دلوقتي هو الكاميرا كاليبريشن. نفس الفكرة هنا، دي خدنا هنا مربعات للصورة، فهلاقي في ديستورشن حاصل في الصورة. بعمل كاميرا كاليبريشن عشان أبدأ أعمل تصحيح وأخد المسافات الحقيقية في الصورة زي ما احنا شايفين على الشمال كده. طيب هي ايه الكاميرا بيراميترز؟ زي ما اتكلمنا قلنا الكاميرا في البرسبكتيف سنتر، والمسافة بين البرسبكتيف سنتر والمكان اللي هاخد عليه الصورة، زمان كنا بنتكلم عن النيجاتيف، دلوقتي هي الديجيتال كاميرا مع حضرتك في مسافات برضو. اي كاميرا مع حضرتك ممكن تبص المواصفات بتاعتها هيكون ليها فوكال لينس. فمن البرسبكتيف سنتر الاسقاط على البلان يبدأ يديك فوكال لينس بنشكله، بنتكلم عنه هنا في الشكل ده. ده البرسبكتيف سنتر، وده اوبجكت انا عايز اصوره، وده البلان اللي هيتكون عليه الاوبجكت. من المسافة من البلان للبرسبكتيف سنتر ده الفوكال لينز. طيب ده اسقاط البرسبكتيف سنتر على الصورة، الايمج سنتر او اكس او واي او اكس نوت واي نوت، مش دايما بينطبقوا على بعض، بيبقى فيه شوية ايرورز بسيطة. وعندي قلنا كل بيكسل ليها بيكسل سايز بالنسبة للجراوند بوينت، الجراوند سيستم هنا البيانات اللي هتحوشها الصورة 15 سم 30 سم، والاكس والواي واحد. الصورة اللي هتتكون هيبقى في عندي اللينس ديستورشن، بتكلم على كي واحد وكي اتنين، في ديستورشن في اتجاه اكس وديستورشن في اتجاه واي، تمام. ده بيكون راديال ديستورشن، فببقى محتاج اعمل حساباتي عشان اقدر احسب الديستورشن ده قد ايه عشان اعمل تصحيح للصور اللي هتطلع من الكاميرا. فده بيوضح لي الانترنسيك بارامترز او البارامترز الداخلية للكاميرا، الانترنسيك كاميرا بارامترز. عندي الفوكال لينس، وعندي البيكسل سايز الاس اكس واس واي لو ما كانوش بيساووا بعض، لو كان الاكس غير الواي، وعندي الايمج سنتر الاكس الاكس او واي او ممكن ما يكونش ينطبق على مركز الصوره، فمحتاج لان انا بقيت الكوردينتس بحسبها من الزيرو توب ليفت، فانا محتاج اعرف البوزيشن بتاع السنتر بتاع الصوره فين. ولو في نون لينير ديستورشن بحتاج احسب الكوفيشنتس كي 1 كي 2، بعمل كاليبريشن. وده الجزء اللي حضرتك هتعمله في المشروع. اول حاجه هتعملها انك من الكاميرا اللي حضرتك هتجيبها انك تعمل كاليبريشن للكاميرا عشان اشوف الانترنسيك بارامترز بتاعتها واقدر استعملهم واعمل ريكونستراكشن للبوينت كلاود. لكل سوفت وير موجود في الشيت الشيت لي ممكن اعمل له هطبعه، اكون عارف المسافات، كل مربع من دول عارف المسافات بتاعته كام في كام، 10 سم في 15 سم او 20 في 30 من الهارد كوبي اللي انا هطبعه، وابدا اخد صور من زوايا مختلفه، اقف في اماكن مختلفه واخد صوره للتشيك بورد بتاعتي دي، وابدا اعرف للسوفت وير النقطه دي في الصوره الاولانيه اهي، في الصوره الثانيه، في الصوره الثالثه، وهكذا. وعلى الاساس ده هبدا اعمل كاليبريشن للكاميرا. فمشروع المساحه التصويريه اللي هنكون مع حضراتكم هيكون مشروع مجموعة ما تزيدش عن 5 أفراد. لو واحد عايز يعمل مشروع لوحده مفيش مشكلة خالص، المشروع حضرتك بالكاميرا بتاع الموبايل، لو في بروفيشنال كاميرا وحضرتك مفيش مشكلة، هتبدأ تاخد صور لواجهات مباني. احنا هنتكلم داخل الجامعة، هقسمها لسه وحضرتك تختار الجزء اللي يناسب حضرتك تعمل له تصوير. هناخد صور، بس قبل ما ناخد صور هنعمل كاليبريشن زي ما قلنا كده، في الكاليبريشن للكاميرا اي سوفت وير من الكوميرشال اللي حضرتك هتستعملهم او فري، تبدأ تستعمل تعمل أول كاليبريشن للكاميرا، تشوف السوفت وير ده هيعمل كاليبريشن ازاي وهتطبق تعمل كاليبريشن للكاميرا. بعد كده هتجمع صور وتعمل حسابك ان يبقى فيه اوفرلاب، تداخل بين الصور 70%، ليه في تداخل بين الصور هنعرفه ان شاء الله في المحاضرة الجاية. وبعد كده هتستعمل السوفت وير ده عشان تعمل ريكونستراكت للبوينت كلاود اللي معانا، ريكونستراكت البوينت كلاود من الصور اللي معانا. هكون محتاج من حضرتك في نهاية المشروع في ريبورت في التفاصيل اللي حضرتك عملتها، الطريقة اللي استعملتها، ولو انت بتصور فيه واحد واقف وراكم وخد صورة وانت بتصور، صور للموقع في الفيلد اللي حضرتك اشتغلت بيها مفيش مشكلة، في التفاصيل والشرح الخطوات كلها. برزنتيشن 3 دقايق يوصف الفكرة بتاع حضرتك، اشتغلت ايه، جمعت ازاي، والكاليبريشن حصل ازاي، والاناليسز الريبورت اللي هيطلع من السوفت وير اللي استعملته، والسوفت وير اللي استعملته، والبرودكت النهائي. البرزنتيشن يظهر الكلام ده، ويبقى في فولدر حضرتك الكلام ده كله سوفت كوبي، ويبقى في فولدر فيه كل الصور اللي حضرتك جمعتها والبوينت كلاود او المش موديل اللي حضرتك عملته له الكونستراكشن من الصور دي. ولو في اي حاجه تانية هنبدا نكلمكم معاها ان شاء الله. كده انا خلصت المحاضره ونشوفكم على خير باذن الله.